عزيز غودان، رئيس جمعية سكان بوبانا السعادة. المهم الخلاصة ديال المشكل ديالنا هو انه حنا خدينا مع عند السيد، شرينا الديور ديالنا هنايا في 2004، خلصنا اول سباق 2004 2005، على اساس بان نسلموا الديور ديالنا في اقرب وقت، يعني عام عامين الى اخره. صعبنا بان كاين تاخير كبير وتماطل السيد المقاول اللي خدينا من عنده، ومن بعد واحد طول انتظار اقترح علينا في 2010 بان اللي بغى يسكن يكمل له 75%، كملنا له 75% وسلمنا الديور على اساس بان يكون فيها الماء والضوء. من بعد شفنا بان الماء والضوء اللي عطانا هو ديال الشونتي ماشي ديال امانديز، وعدنا بانه بان يدخلنا الماء والضوء في اقرب وقت ديال امانديز، يعني من 2010 حتى لدابا وحنا عايشين في هذه المماطله ديالو اللي طالت بزاف. مؤخرا كان نفس المشكل في واحد المشروع ديالو هنا في طنجه ديال حومه الزيري، توصلوا للحل بالمساهمه ديال السكان، ونالوا بان داكشي اللي درتي في حومه الزيري يديروا معنا حنايا، على اساس بان السكان مستعدين يخلصوا يزيدوا الفلوس باش داك الفلوس تعطى الامانديس كالاشتراك ديال الماء والضوء لواد الحار. وقبل هو وقبلت السلطات وتساعدت مع امانديس، عطاوها لي دوفي وكل شيء. هادشي وقع في شهر 8 ديال 2019. من 2019 من شهر 8 9 ديال 2019 حتى لدابا السيد توصل بلي دوفي مع امانديس، يعني ما بقاش عنده العذر اللي كان تيقول لنا تيتعكسوا له الناس امانديس، سهلوا له الماموريه ليه. ولكن هادشي طال، بقينا تنقولوا له حنايا واجدين، يعني فوقاش غادي نديروا واحد الاتفاقيه تجمعنا حنايا وهو وامانديس والولايه والنوطير باش كل واحد يلتزم باللي خصو يدير. حنا نعطيوه الفلوس، هو الفلوس يعطيها الامانديس، وامانديس تلتزم دخلنا الماء والضوء ديال، والولايه تكون هي المشرف على هذه العمليه هذه. ساعه السيد تمطل علينا، ومع تصادف هذا الشيء مع الكونفين متى هو طال هذه المده هذه، انت نتصلوا به دائما تيقول لك صافي انا غادي قربت، شفنا هذا الشيء طول بزاف. حنا تنتمسوا من هاد من سلطه ديال طنجه، يعني السيد الوالي والكاتب العام والسيد الباشا، باش يتدخلوا باش يحاولوا ما يمكن يسرع هاد العمليه، والولايه هي تقوم بالضغط عليه باش يحل هاد المشكل. دونك السلام عليكم. دونك انا سميتي عمر العمري، واحد الفودون ديال واحد عامين 3 سنين غادي تكون تاخذ الدار ديالك. دابا حنا في السنه ديال 2020، يعني تقريبا واحد راس العام دابا دازت، ولحد الان باقي ما عندنا والو. دونك انا عندي الحمد لله، دونك عندي واحد بولوم، عندي يعني كليت الدار فين غادي النمره ديالي، يعني عندي السكن ديالي هنا كاين بالدار، ولكن خادم كاع يعني الكسي اللي كتحتاج باش ان الواحد يكون واحد السكن لائق. ناقص فين كاع، يعني مثلا كتشوف الطرقان ما كاين والو، وسيرتو الضوء والماء ما كاينينش. هذا هو البوان المهم اللي حنا ما عندناش. هذيك السبب ما قدرتش انا نجي نسكن هنا، وسيرتو انا عندي وليدات صغار، عندي بنيته في مرات 3 سنين، عندي بنيته واحده اخرى في مرات 7 سنين، دونك ما قدرتش نجيب نسكنهم هنا في هذه الكونديسيون هذه. يعني اسقفوا بالك، كنخلصوا اترافير يعني لونتربرونور، كنخلصوا امانديس، والثمن ديال الكيلواتر بواحد الثمن اللي هو زايد بزاف. نورمالمون البري ديال الكيلواتر كيسوى درهم، وكيسبوا لنا بكثر من بعد مره 7 دراهم، بعد مره كتوصل 10 دراهم، يعني بلا ما يعني كتلقى راسك اون كونسوماسيون عاديه، يعني ما عندك والو، كتلقى راسك في الاخر خصك تخلص اون فاكتور ديال 1500 درهم ولا 1000 درهم، فلوس اللي ما كنروحش نديروها. حتى درنا واحد الماء ولا حد الماء، ما هي ما كنروحش ديرها، هذا هو الدوام. والماء اسقف، دونك راه وراكم الاخوان البارح، دونك راه كاين واحد البير مي كناخذوا منه الماء، يعني باش كنتعاونوا به، ولا كاباسيتي ديالو ما كافياش، يعني باش تعلموا حتى هذا السكين المركب كاملين، هذا كوكسو ديال الماء وكوكسو ديال الضوء. دابا ملي كيجيو من بعد هذوك السكان اللي كاينين في الخارج، حيت دابا هاد لا سيتيسيون اللي كنشوفوا دابا هنا كاين واحد اون كروند بارتي، عاوتاني الناس راه ما كاينينش هنا، كاينين برا، دونك ملي كيجيو كتولي هذيك لا كاباسيتي اللي انستالي ما كافياش، دونك شنو كيولي دي بروبليم، كيولي ما كاينش، كان اللي كتقدر تشك الصباح ولا تزيد في العشيه، ما تلقى لا ضوء، ما تلقى لا ماء، ما تلقى تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي
ليصلكم كل جديد.